وما بخلي أي تعليق سلبي يأثر علي. وكمان إذا أنا بدي أرد بطريقة كتير سيئة أو أكون عندي انفعال، يعني ردة فعل قوية وانفعال قوي، هذا الإشي بيفسد الود بيني وبين الآخرين، وبعطيني إنه أنا ما بقدر أتقبل الرأي الآخر سواء خطأ أو صح. مس يعني إذا رأيه بتناسب مع رأيي أو ما بيناسبني، أنا لازم أحترم الرأي الثاني وأسمعه للآخر بغض النظر إذا حكيه صح أو خطأ، تمام؟ وشو ما حكى ما بخليه يأثر علي، باخد من حكيه الإشي اللي بيناسبني، الإشي اللي ممكن يفيدني، والإشي السلبي بخلي له إياه. يعني بعمل حالي أصلاً ما سمعته، إذا سمعته أسمعه من هون وبطيره من هون ولا كأني سمعته، تمام؟ بس لازم ناخد أهم إشي برأي ماما وبابا، لأنه هم أكيد 1,000,000% هم الصح، وهم بيعطونا رأي الصح، وهم اللي بيخلوا صحتنا النفسية والجسمية دائماً بخير، وهم أقرب الناس إلنا واللي بيهمهم صحتنا الجسمية والنفسية. كيف أنا بقدر أحافظ على صحة الجسم؟ بأكل الأغذية المتوازنة. إيش الأغذية المتوازنة؟ يعني بأكل خبز، رز، معكرونة، بشرب حليب، بأكل فواكه، بأكل بيض، سمك، دجاج، لحمة. هاي الصورة شاملة عن الغذاء المتوازن. كمان بشرب ماي، حكينا لازم نشرب من 8 إلى 10 كاسات مس ماي، وسهل كتير انه نشربهم لو كل ساعة من لما نصحى شربنا كاسة ماي، من لما نصحى، بس من لما نصحى. اذا صحينا مثلا على 11، مثلا على 11 اول ما اصحى بشرب كاسة، على 12 بشرب كاسة، على الوحدة اصلا ما بتوعى حالك الا انت شارب 10 اكواب من الماء. بلعب رياضة، يعني بقدر امشي 2 أو 3 أيام بالاسبوع لو نص ساعة مس. الاهتمام بنظافة الجسم كتير مهمة، وبنعرف كيف يعني نهتم بجسمنا ونظافتنا. نتحمى مثلا يوم بعد يوم، نقص أظافرنا بالأسبوع مرة، كل جمعة مثلا. ايش كمان؟ يعني فرش أسناني كل يوم بس أصحى الصبح، براجع الطبيب بشكل دوري إذا أنا حسيت بالتعب، عدم تناول الدواء إلا بعد استشارة الطبيب. هيك خلصنا درسنا يا مس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. المرة الجاية من نحل أسئلة الدرس زي ما حكينا، ونحل أسئلة الوحدة مع بعض، ونعمل مراجعة سريعة للأشياء المهمة. اتفقنا؟ يعطيكم ألف عافية يا رابع. باي باي.